بسم الله والحمد لله كما علمنا أن نحمد ونصلي ونسلم على سيدنا محمد. أسعد الله صباحكم جميعا بالخيرات والمسرات، ونحن في هذه اللحظات نتابع عقد مؤتمر صحفي لمعالي وزير الداخلية رئيس لجنة التحقيق في حادث الهجوم الصاروخي على مطار عدن الدولي اللواء الركن إبراهيم علي حيدان. نرحب بكم جميعا، ونود أن نشير إلى أن هذا المؤتمر الصحفي سيعتمد على تقديم المعلومة عبر تقنية العرض الإلكتروني الباور باوند، وكما تلاحظون هنا الآن المقدمة: بناء على تكليفنا من قبل فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد الرب منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة، باشرت اللجنة المكلفة بقيادة وزير الداخلية التحقيق في الجريمة الإرهابية التي استهدفت مطار عدن الدولي بالصواريخ عقب وصول الطائرة التي تقل رئيس ووزراء الحكومة. وأثناء مراسيم الاستقبال سقط الصاروخ الأول عند الساعة 1:24:33 ظهراً، فضرب صالة كبار الضيوف المعروفة بصالة الزعفران، مما أدى إلى خسائر مادية وبشرية. وفي تمام الساعة 1:25:09 ظهراً سقط الصاروخ الثاني في الموقف رقم 1 المخصص لوقوف الطائرة التي تقل الحكومة، ونتيجة لتزاحم المستقبلين وخوفا عليهم من محركات الطائرة تم تغيير موقف الطائرة في اللحظات الأخيرة إلى الموقف رقم 2، وهو ما يؤكد تسريب معلومة مكان وقوف الطائرة وتعمد الاستهداف المباشر للطائرة في موقفها المقرر رقم 1. وفي الساعة 1:25:33 ظهراً سقط الصاروخ الثالث في الحاجز الحجري للحديقة المقابلة لصالة الزعفران. أما طبيعة الجريمة، إن هذه الجريمة إرهابية لأنها استهدفت أولاً المطار المدني الرئيسي للجمهورية اليمنية في لحظة عمله الرئيسية وتواجد أعداد كبيرة من المدنيين سواء المسافرين أو طواقم التشغيل أو المستقبلين للحكومة، والذين كانوا يتواجدون بشكل مكثف داخل المطار. ثم هي جريمة استهداف للحكومة اليمنية بكامل طاقمها واستهداف طائرتهم المدنية عن قصد وتعمد واضح لا يحتمل أي شك، وهي جريمة إرهابية أيضاً وفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. كما أن المطارات المدنية تعتبر من الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي والإنساني وفقاً لاتفاقيات جنيف، وهي التي تحظر وتجرم استهداف أو تعريض أي من المنشآت المدنية لأي مخاطر. كان يتواجد في نفس الوقت بداخل المطار عدد من المسافرين الذين ينتظرون رحلتهم في صالة المطار، وقع منهم قتلى وجرحى بينهم 2 من موظفي الصليب الأحمر. كما قلنا، عند الساعة 1:24:34 سقط الصاروخ الأول، وكما تشاهدون هنا في الصورة كاميرات مراقبة المطار رقم BTZ20 رصدت انفجار الصاروخ الأول بصالة كبار الضيوف. وكما هو مبين أمامكم تلاحظون قدوم الصاروخ من اتجاه الشمال. تبين عند الوصول إلى موقع الانفجار الأول رقم 1 الأول 1 إن الصاروخ الأول أصاب الجدار الخرساني المعلق في واجهة صالة كبار الضيوف واخترقه، ثم انفجر في الطابق الأرضي لقاعة كبار الشخصيات. كان تأثير الانفجار التدميري
أكبر مقارنة بالموقعين الآخرين، كان أثره أكبر بالنسبة للموقعين الآخرين الذي سقط فيه الصاروخين الثانيين. وبعد فحص مكان الانفجار تأكد أنه قد أصيب بمقذوف صاروخي، ولم يتم العثور على أي دليل على وجود عبوة ناسفة أو رؤيتها حتى مجرد العين، رؤية العين في الموقع المذكور. لاحظوا هذه الصورة تبين الفتحة التي تسبب بها الصاروخ الأول في الجدار الخراساني. الصورة الأخرى تبين حدوث أضرار هيكلية في الجدار الخراساني المعلق الذي يفصل صالة كبار الشخصيات عن الخارج. ولقد كشف الفحص الدقيق أن هذا الجدار يشكل نقطة دخول صاروخ عالي السرعة، والذي تم خرقه بواسطة زخم سرعة الصاروخ. انفجر الصاروخ بعد ارتطامه بالأرضية الخراسانية المسلحة في صالة كبار الشخصيات، وأحدث الانفجار حفرة بقطر 2 متر مقسمة قوس سقوط الصاروخ، مما يؤشر بوضوح اتجاه القصف من جراء القوس الناتج بين مدخل الصاروخ إلى الجدار المعلق وانفجاره على أرضية الصالة. عند الساعة 1:25 والثانية 9 رصدت كاميرا المراقبة للمطار رقم BTZ-19، وبعد 35 ثانية بالضبط من انفجار الصاروخ السابق انفجر الصاروخ الثاني بموقف الطائرة بالأرض الخرسانية. وكما هو واضح بالصورة أيضا قدوم الصاروخ كما تلاحظون هو من اتجاه الشمال. وقع الانفجار الثاني على مدرج المطار داخل المنطقة التي توقفت فيها الطائرة للسماح للركاب بالنزول. كانت نقطة التفجير على بعد حوالي 50 مترا من صالة المطار، وعلى بعد حوالي 50 مترا من الطائرة التي تقل وفد الحكومة. كان قطر الحفرة أصغر بكثير من قطر الانفجار 1.3 من قطر انفجار الصاروخ الأول والصاروخ الثاني. هنا الصورة تبين الحفرة الناتجة عن انفجار الصاروخ بعمق 30 سنتيمترا. يبدو الأمر كما لو أن المقذوف في الانفجار الثاني ليس من نفس طبيعة أو عيار المقذوفين في الانفجارين الأول والثالث. هنا رصدت كاميرا مراقبة المطار بعد 59 ثانية من انفجار الصاروخ الأول انفجارا للصاروخ الثالث في حافة الرصيف للصالة، وكما هو ظاهر برضو أيضا اتجاه قدوم الصاروخ من الشمال. في هذه الصورة تبين رصد كاميرا مراقبة المطار وبعد 59 ثانية من انفجار الصاروخ الأول انفجار للصاروخ الثالث، وطبعا تشاهدون النيران التي اشتعلت في وقتها. الآثار التي خلفها انفجار الصاروخ الثالث تعرضت الحفرة لتأثير الانفجار الذي خلف شكلا مشابها لفطر عش الغراب، مما أكد الاعتقاد بأن صاروخا عالي السرعة قد أصاب الموقع. لم يتم العثور على هوية عبوات ناسفة في موقع هذه الحادثة الإرهابية. آثار ونتائج الاستهداف الإرهابي لمطار عدن الدولي. حصيلة الضحايا إلى هذه اللحظة وقت هذا المؤتمر الصحفي كالآتي: الخسائر البشرية 17 شهيداً، 16 منهم جنسيتهم يمنية، 1 رواندي الجنسية يعمل لدى منظمة الصليب الأحمر، أكثر من 120 جريحاً منهم جرحى أجانب يعملون في المنظمات المدنية ولدى منظمة الصليب الأحمر، كما يوجد مصابون آخرون غادروا المستشفى كون إصابتهم خفيفة. تم إسعاف ضحايا الاستهداف الإرهابي إلى مستشفيات عدن ونقل جثث الشهداء إلى ثلاجة مستشفى الجمهورية. الإجراءات المتخذة التي تبعتها لجنة التحقيق في هذا الحادث الإرهابي: تسجيل بلاغ جنائي رسمي إلى غرفة العمليات والسيطرة بأمن عدن برقم 1 لعام 2021،
تم تكليف فريق الأدلة الجنائية وخبراء مسرح الجريمة وخبراء المتفجرات بسرعة النزول للمطار واتخاذ الإجراءات الفنية وتصوير الموقع وتحريز الأدلة، وتم نزول الفريق لموقع الجريمة. تم استخراج نسخ الفيديوهات المسجلة من قسم الكاميرات الخاصة بالمراقبة لمطار عدن من قبل الأجهزة الأمنية. تم نزول فريق مسرح الجريمة وخبراء المتفجرات التابعين لإدارة الأدلة الجنائية بإدارة أمن محافظة عدن، وقاموا باتخاذ كافة الإجراءات الفنية وتصوير مواقع الانفجارات ورفع الآثار التي خلفها الهجوم الصاروخي، وعثروا على العديد من الشظايا المتفجرة. تم نزول فريق من قبل التحالف العربي لمسح موقع الجريمة وخبراء المتفجرات، وقاموا باتخاذ كافة الإجراءات الفنية وتصوير موقع الانفجارات ورفع الآثار التي خلفها الانفجار الصاروخي، وعثروا كذلك على العديد من الشظايا المتفجرة. تم نزول فريق من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وتم من خلال هذا النزول تدوين إفادات من للمتواجدين داخل المطار والتقاط صور من آثار هذا الهجوم الإرهابي. تم تدوين إفادات بعض المصابين واستلام تقارير طبية لبعضهم من قبل لجنة التحقيق، وتم نزول الطبيب الشرعي وخبير التصوير في الأدلة الجنائية إلى ثلاجة المستشفى. ما زالت إجراءات جمع الاستدلالات وأقوال الشهود وتحليل المعلومات مستمرة بإشراف النيابة العامة والفريق المكلف، حيث أن هذا المؤتمر مخصص لعرض التحقيقات الأولية التي وصلت إليها لجنة التحقيق في هذا الحادث المتمثل في الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي. كان هناك حرص من قبل لجنة التحقيق أن يقوم الفريق العامل على التحقيق بوضع برنامج زمني بشكل مستمر للوصول إلى نتائج في أسرع وقت ممكن والالتزام بالإجراءات القانونية، علما أن الفريق عمل طيلة هذه الفترة ولا يزال تحت إشراف النيابة العامة. استخدم الفريق كافة الإمكانات المتاحة والتقنيات اللازمة لتجميع الأدلة وتحليلها ووضع الاستنتاجات وفقا لهذه النتائج. وبعد أن اطلعنا على هذه المعلومات الأولية والتي كانت تكون نظرية أقل ما أن تكون ميدانية وتطبيقية وتحليلية، الآن يتفضل معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة التحقيق في الهجوم الإرهابي الصاروخي على مطار عدن الدولي اللواء الركن إبراهيم علي حيدان بتوضيح كثير من الحقائق حول تحليل سقوط الصواريخ وزوايا سقوطها ومن أين انطلقت هذه الصواريخ. بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لما ذكره الناطق الرسمي لوزارة الداخلية من خلال جمع البيانات وصور الكاميرات التي استطعنا تحليلها ومن بقايا حطام الصواريخ التي تشاهدونها أمامكم، ليست الكل ولكن البقايا، استطعنا تحليل سقوط الصواريخ من خلال وقت انفجار الصواريخ الثلاثة في مطار عدن. انفجار الصاروخ الأول كان في الساعة 1:24:34، انفجر في صالة كبار الضيوف. الصاروخ الثاني كان عند الساعة 1:25:09 في مرسى الطائرة، مرسى رقم 1. الانفجار الصاروخ الثالث كان عند الساعة 1:25:33، الذي انفجر في رصيف الصالة. طبعا هذه التوقيتات بحسب كاميرات المراقبة المتواجدة في مطار عدن الدولي، بمعنى أن الفارق بين انفجار الصاروخ الأول والثاني 35 ثانية، وبين الصاروخ الثاني والثالث 24 ثانية، والمدة التي انفجرت فيها جميع الصواريخ في 59 ثانية. كما تلاحظون في هذا المخطط يوضح مسار الصاروخ الأول، تقاطع الزاوية مع المحور الأرضي يكون لنا زاوية الصاروخ قدرها 40 درجة على متممة زاوية السقوط 50 درجة.
بهذا الشكل. الصاروخ الثاني نفس المسار لكن في فارق ما بين الصاروخ الأول والثاني، تقاطعهم مع المحور الأرضي يكون لنا يكون لنا زاوية الصاروخ 55 درجة على متممة الصواريخ السقوط 35 درجة. أما الصاروخ الثالث برسم مسار الصاروخ الثالث حتى تقاطعه مع المحور الأرضي يكون لنا زاوية الصاروخ 40 درجة على متممته زاوية السقوط 50 درجة. من خلال الصور يتضح لنا أن الصاروخ الأول والثالث يسيران في خط متوازي وهما متوازيان، الفارق المسافة بين الموقعين 15 متر، أما بالتوقيت فالفارق كان 59 ثانية. هذه صور للإحداثيات الصواريخ بالجوجل إيرث موقع الثلاث صواريخ في الأعلام الحمراء. خارطة الجمهورية اليمنية كما تشاهدون، حدود الجمهورية اليمنية، هذا المثلث أو هذا الجزء المظلل باللون الأخضر يعتبر مناطق سيطرة ونفوذ الميليشيات الحوثية الانقلابية على المحافظات اليمنية سواء سيطرة كلية أو جزئية. الهدف من هذا التظليل أن اتجاه الصواريخ، عد للصفحة اتجاه الصواريخ أطلق من هذا الاتجاه من مناطق سيطرة الحوثيين حسب ما تم تحليل الصور من خلال زاوية السقوط واتجاه اتجاه الصواريخ إلى المطار. هذا إحدى الصور تحدد الجهة التي أطلق منها الصواريخ وبؤر سقوطها. كان عندما حللنا الزوايا اتضح أن زاوية الاتجاه الذي جاء من الصاروخ ما بين 305 درجات أو 15 إلى 360 درجة في هذا القوس. كان حدوث الصاروخ جاء من هذا القوس من 310 أو 15 إلى 360 درجة باتجاه الشمالي الغربي، وهذه المنطقة مثل ما ذكرناها في الرسمة الأولى أو في الصورة الأولى اتجاه مناطق سيطرة الحوثيين على أجزاء من البلد. طبعا هذه الصور التي تم التقاطها من مواقع الانفجار وتم تجميعها. البعض من هذه الصواريخ طبعا هنا موجودة، بعضها موجودة فيها أرقام، الأرقام هذه طبعا لها دلائل كثيرة سنستدل بها في التحقيقات على صواريخ أخرى سقطت على محافظة مأرب وعلى المملكة العربية السعودية. نجد أنه مع المطابقة اتضح أنها نفس القطع التي حصلنا عليها ونفس التقنية التي يستخدمها الحوثي في هذا الهجوم الإرهابي. طبعا هذا فيديو يبين جميع اللقطات التي نشرت على وسائل الإعلام أو في تقريرنا هذا يبين حقيقة أن هذه الصور هي شغل الفيديو. حقيقة الصور أن هذا الفيديو لحظة سقوط الصواريخ، طبعا صورناه بالعرض البطيء على أساس تكون واضح. ممكن تخرج تشوف الفيديو. يعني هذا الصاروخ الثاني، هذا المكان اللي هو كان مكان وقوف الطائرة، بس الموقف الذي كان مقرر أن تقف الطائرة. هذا مقطع آخر أو من جهة أخرى، الصاروخ الثاني عندما يسقط كان مقرر وقوف الطائرة في هذا المكان سقوط الصاروخ. الصاروخ الثالث، لاحظوا الصاروخ الثالث التقريب، صاروخ هذا الصواريخ والتقنيات لا يملكها في الجمهورية اليمنية إلا الميليشيات الحوثية. هذا الدليل يثبت أنه ليست هاونات مستخدم وليست مفخخات وإنما صواريخ لا يملكها إلا الميليشيات الحوثية. لا تملكها هذه الصواريخ أي جماعة إرهابية في اليمن ما عدا جماعة الميليشيات الإرهابية. هذا هو أثر الصاروخ الثالث، يعني كان مثل ما يقول مع سبق الإصرار والتعمد إنهاء طاقم الحكومة كامل. فهذه جريمة حرب، جريمة حرب لابد أن تتحاسب الميليشيات الحوثية عليها لأنها مع سبق الإصرار والترصد. هذا من الصاروخ الثالث، هذا موقع الصاروخ، سقوط صاروخ الثالث.
طبعا من خلال تحليل الصور الموجودة هنا في الشظايا تم تكليف لجنة الفنيين والخبراء الذين قاموا بفحص هذه البقايا الصاروخ التي استقرت على مطار عدن، واللجنة كلفت بكذلك بمطابقتها مع قطع الصواريخ التي سقطت على محافظة مأرب والتي اعترفت ميليشيات الحوثي بمسؤوليتها عن استهداف محافظة مأرب، منها ما تم إسقاطه على أو إطلاقه على منزل محافظة مأرب، ما تم إسقاطه على رئاسة الأركان العامة وزارة الدفاع، وما تم إسقاطه على مسجد الأمن المركزي في أو معسكر الأمن المركزي في مأرب. هذه ثلاث صواريخ اعترفت ميليشيات الحوثي بجريمتها وبأنها أطلقت هذه الصواريخ. اللجنة التي فحصت هذه حطام الصواريخ تحركت إلى محافظة مأرب وطلعت على اللجنة هناك وأخذت عينات من حطام الصواريخ وقارنتها مع الحطام المتواجد في مأرب على هذه المناطق التي أو الصواريخ التي اعترفت ميليشيات الحوثي بمسؤوليتها عن إطلاق هذه الصواريخ. بعد الكشف بهذه اللجنة اتضح بتقرير رسمي أنها نفس الحطام الذي سقط على محافظة مأرب. هذه الحطام الذي اكتشفناه هنا وجد أنه نفس الحطام، حتى أن نفس الفتحات اللي هو قطر الصاروخ وفتحات طبعا البراغي الخاصة التي ستدخل في صناعة الصواريخ وجدت نفس القطع ونفس البراغي التي استخدمت في القصف سواء في مأرب أو في مطار عدن الدولي. طبعا من خلال فحصنا لجمع الأدلة الجنائية التي حصلنا عليها من الفرق التي نزلت في التحقيق، نزل فريق من الأدلة الجنائية، نزل فريق من البحث الجنائي لأخذ الأقوال، نزل فريق إلى المستشفى، نزل فريق هندسي من سلاح المهندسين إلى مواقع سقوط الصواريخ. كل هذه اللجان كذلك الفريق المشكل من النائب العام نزل كذلك في هذا القضية. خبراء الصواريخ الموجودين عندنا هنا كذلك قاموا بتحليل جميع الصور وجميع آثار إطلاق الصواريخ وحسبوا زاويات سقوط الاتجاه لهذه الصواريخ. تبين من خلال النتيجة أن من خلال المعاينة والفحص للشظايا المؤمنة وبؤر الانفجارات التي أحدثتها الصواريخ توصلنا إلى الاستنتاجات التالية: 1. المقذوفات عبارة عن صواريخ متوسطة المدى أرض الذي يبلغ مداها من 70 إلى 135 كيلومتر. تم إطلاق الصواريخ الثلاثة من مسافة أكثر من 100 كيلومتر، وذلك يتضح من خلال زاوية السقوط للصاروخ ونفاذ كمية الوقود الدافعة للمقذوف. 3. النظام الملاحي المستخدم لإطلاق وتوصيل المقذوفات إلى الهدف يعتمد تقنية دقيقة جدا موجهة بتقنيات الجي بي اس وباستخدام خبراء بمستوى متقدم، وهذا النظام لا يملكه في الجمهورية اليمنية إلا ميليشيات الحوثي من خلال الخبراء اللبنانيين والإيرانيين. من خلال دقة الصواريخ ويعني الأثر التدميري، زوايا السقوط التي سقطت بها الصواريخ، يثبت بما لا يدع مجال للشك أن هذه الصواريخ بالستية متوسطة المدى. لا يملك هذه الصواريخ والتقنيات إلا الميليشيات الحوثية التي سيطرت على مقدرات الدولة بعد انقلابها على الشرعية. 4. الدلائل الأولية المختلفة المتحصلة حتى الآن من الأدلة تشير بشكل كبير أن الميليشيات الحوثية هي من قامت بهذا العمل الإرهابي. من خلال فحصنا ولانفجارات الصواريخ الأول والثاني والثالث، اتضح الصاروخ رقم 2 الذي تم انفجاره في مدرج المطار الموقف رقم 1 كان رأسه القتالي، فيه مادة محرقة
وذلك من خلال الصورة وكمية اللهب وبقايا مواد محترقة بقيت في الموقع. الهدف من هذا الانفجار، الهدف منه إحداث حريق هائل لتفجير الطائرة. يعني الصاروخ الأول والثالث عند معاينة موقع الأثر وجد الأثر التدميري كبير جدا، لكن الصاروخ الثاني الذي وقع على المربع الأول لموقف الطائرة من خلال ما شاهدنا من صور وتحليل اتضح أن الهدف منه يعني نوع حارق خارق يقوم بعد التفجير بإطلاق هالة كبيرة من الاشتعال تساعد على اشتعال الطائرة، مما يؤكد يعني تعمد الميليشيات الحوثية لارتكاب جريمة حرب، وهي يعني استهداف رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة. طبعا من ضمن ما حصل في المطار أن المربع الأول الذي وقع فيه الصاروخ الثاني هو المكان المحدد أساسا لوقوف الطائرة، لولا أن كثرة الحشود وكثرة استقبال الناس لمواطنين عدن للحكومة وفرحتهم بعودة الحكومة أدى إلى يعني توافد أعداد كبيرة، فخوفا على هذه الأعداد تغير موقف الطائرة في اللحظات الأخيرة إلى المربع الثاني حتى لا يتضرر الكم الكبير الهائل من المستقبلين بالمراوح الخاصة بمحركات الطائرة. فتم تغيير موقف الطائرة من الباركينج 1 إلى الباركينج 2 حفاظا على سلامة المستقبلين، ولولا هذا الذي حدث لكان يعني كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ثبت أن اتجاه مسار الصاروخ من خلال التحليل التي استخدمت في الهجوم الصاروخي على مطار عدن الدولي قدمت من اتجاه الشمال مائل إلى جهة الغرب. تثبت الأدلة التي حصلنا عليها من خلال التحقيقات الأولية أن الاستهداف كان يهدف إلى القتل المتعمد، كان يهدف القتل المتعمد لكافة طاقم الحكومة سواء من خلال استهداف موقف الطائرة والذي تغير في اللحظات الأخيرة نتيجة ازدحام المطار بالمستقبلين، أو من خلال استهداف الصالة الرئيسية المقرر دخول رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة إلى هذه الصالة الرئيسية. كل ما ذكرناه في هذا المؤتمر أو البيان الصحفي يثبت ما لدى مجال الشك أن وراء هذا الهجوم الإرهابي هو الميليشيات الحوثية، وهي المسؤولة عن هذا الكلام. الضحايا التي سقطوا، استهداف المطار الدولي المدني، استهداف المدنيين في المطار مخالف لاتفاقيات جنيف الدولية واتفاقيات ويدخل في محاربة أو أن هذه الجماعة إرهابية، ولا بد أن يكون هناك موقف دولي موحد وفق هذا ما أثبتناه من خلال هذا المؤتمر. في الأخير نشكر كل من ساهم معنا في هذه المرحلة الأولى من التحقيقات سواء من الطاقم اليمني أو من قيادة التحالف، حصلنا على مساعدة كبيرة. التحقيقات كذلك ستكون مشتركة مع منظمات دولية متخصصة في هذا الجمال في هذا في هذا في هذا المجال. يعني كلمة شكر كذلك للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ولكل من ساهم معنا في هذا التحقيق. الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، ونكتفي بهذا القدر من المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.